فيلم أبديلينيو إخراج هشام عيوش، أم فيلم اللي شوية مختلف على الأفلام اللي عادة تنشوفوها، لأنه فيلم غنقوله يمكن عجائبي غرائبي أم فانتازماتيك، فيه واحد الحماق ديال هشام عيوش، فيه واحد وسكي جينيال بأن فاش قريت السيناريو حماقيت على السيناريو من بعد البرسوناج ديالي اللي تلعبوا اللي سميتو موكا، حماقيت على موكا وليت تنقول هاد الفيلم بهاد القصة العجيبة والغريبة كيفاش غيخدم عليها هشام، كيفاش غيخدم مع الممثلين الاخرين. كانت اون فري بريباراسيون، خدمنا داز سميتو شفنا الفيلم، دابا تنتسنى الببليك وردت فعل ديالو وتنتمنى بأن يعجبو. الدور ديالي ديال موكا هو الصديق ديال أبديلينيو، الصديق ديالو المقرب اللي تيخدم معاه وصاحبو ملا غنقولو انتيم، حتى هو هاد لو بيرسوناج تيقلب على الحب، ولكن لأنه ما لقاش تيدفعو بأنه يكون كذاب، كذاب بزاف تيكذب، فهمتي؟ ولكن عنده واحد لو كور، عنده واحد القلب بيض اللي تيحاول ما امكن في لي مومون ديال ديال لا فيبليس ديال صاحبو تيعاونو، وحتى هو تيقلب على ذاتو، حتى هو تيقلب على ذاتو، تيقلب على باقي حتى هو ضايع، وإلي ان بو ديكالي لحقاش باقي عايش في واحد العالم ديالو حتى هو بوحدو، حتى من اللباس ديالو تنشوفوه عنده واحد اللباس ديال السبعينات، دونك سي تان بيرسوناج بواحد المليحه شويه مختلفه. غادي نديرو القصه ديال واحد السيد سمي واحد الشاب مغربي عايش في ازمور وهو كيموت على البرازيل، كيلبس برازيلي كذا البرازيلي، وكي اتي روك السامبا للناس ديال الحومه ديالو، وكيبغي واحد البطله ديال واحد المسلسل برازيلي سميتها ماريا وبغى يتزوج معها، وكلشي غادي مزيان في الحياه ديال أبديلينيو. تيجي واحد السيد واحد السيد من مصر، واحد السيد عنده واحد برنامج ديني، وهو غيجي في المدينه في ازمور وغيغير بدل الحياه ديال الشخصيه والمدينه. الفيلم صراحه نقولوا بين ما كوميديا ودراما، فجو بونس اغلبيه الفيلم كوميديا، ملي كتمشي تشوف الفيلم كتضحك، كاين ممثلين بحال سعيد باي وزهور سليماني كيضحكك، وامن طون كاين افكار وكاين كاين كاين معنى، دونك جو بونس كو على فوا الناس ملي كيخرجوا من نقاط السينما ملي كيشوفوا الفيلم كيخرجوا بابتسامه، وامن طون كنحاول نخلوا شويه نحل شويه الضمير ديالهم. الممثلين كيمثلوا في الفيلم كاين بزاف ديال الممثلين مغاربه واعرين بحال سعيد باي، بحال زهور سليماني، عبد الرحيم تميمي، مريم باكوش، ومنال بالحاج، اون طون كاين واحد ممثل فلسطيني سميتو علي سليمان معروف بزاف، وواحد ممثله من البرتغال سميتها ايناس مونتيرو. صورنا في ازمور حيت مدينه زوينه ومعمر ما كاينش بزاف ديال الافلام اللي مصورين في ازمور، وانا مشيت درت لي روبيراج في ازمور، لقيت ازمور زوينه ومام طون مدينه تاريخيه، كانت استعمار ديال البرتغاليين، وفي نفس الوقت كاين العلاقه بين البرتغال والبرازيل، دونك قلت راسي ملي مشيت لازمور صافي هي دي المدينه فين بغيت نصور الفيلم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.